شكرا كاترين. إذا نبدأ جولتنا على الصحف اليوم بأول مقتطف من مقال لماشات الجمهورية عن رواية زيارة اللواء عباس إبراهيم الذي حمل طرحا من عون إلى بري. إذا قبل أيام قليلة أوفد رئيس الجمهورية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى عين التيني حاملا إلى رئيس المجلس طرحا بتشكيل حكومة سياسية كاملة، إلا أن بري لم يحبذ هذا الأمر بل خفف من هذا الطرح مقترحا تشكيل حكومة تكنوسياسية تضم سياسيين واقتصاصيين. بعد هذا اللقاء عاد إبراهيم بطرح بري إلى رئيس الجمهورية الذي لم يمانع فأبلغ بري بذلك، وكذلك تم إبلاغ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بهذا التوجه فوافق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزير جبران باسيل. إلا أن أمرا قد حصل في هذه الأجواء وأحدث تغيرا في الصورة، حيث حمل الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية مسودة حكومة اقتصاصيين من دون سياسيين وتتضمن أسماء محسوبة على سياسيين وناقصة فقط 3 أسماء وزراء شيعة، وتتضمن في الوقت نفسه خريطة توزير تظهر أحجاما تفقد التوازن في الحكومة لمصلحة طرف وحيد أي التيار الوطني الحر. هذا التوجه كما تفيد هذه الرواية هو الذي دفع رئيس المجلس إلى رفع الصوت الاعتراضي والتأكيد صراحة أن الحكومة بالصيغة التي يركبونها فيها لست مقتنعا بها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الإصرار على حكومة لم شمل تكنوسياسية توجب الاتصال بكل الأطراف للمشاركة فيها، ومن يقرر عدم المشاركة فهذا شأنه. المهم أن البلد يحتاج إلى حكومة والأزمة تنحدر نزولا أكثر فأكثر نحو الهاوية. نبقى في نفس السياق مشاهدينا، وإلى صحيفة الأخبار ومقتطف من مقال أولى نصيف تحت عنوان بري إذا ألفوا حكومتهم فلن أشارك. إذا كتب أولى نصيف اليوم امتعاضه أي امتعاض الرئيس بري من الأسلوب المتبع في تأليف الحكومة يحمله إلى على القول ليتأكدوا جميعهم لن أقف في طريق تأليف الحكومة، لن أعرقلها ولن أؤخرها. إذا لم يعجبهم رأيي في الحاجة إلى حكومة تكنوسياسية فليخرجوا حكومتهم هم بالطريقة التي يريدون وكيفما يريدون إذا كانوا مقتنعين بها. أنا لن أشارك في حكومة كهذه، لكنني سأذهب وكتلتي إلى مجلس الحكومة وأمنح هذه الحكومة الثقة من دون أن أتمثل فيها. عندما يسأل هل مقصود حكومة سياسية أو حكومة تكنوقراط يريدونها يجيب بري ركبوها وهي معي هنا في جيبي، ثم يضيف سأفعل ما لم أفعله قبلا بتأييد حكومة لم أقتنع بها، سأفعل ذلك لأن هذه الحكومة ستحتاج إلى ثقتي وثقة كتلتي كي تحكم، وإلا فلن تنال أي ثقة وستسقط. وهنا أيضا عن وساطة اللواء إبراهيم يقول بري قبل 6 أيام جاءني اللواء إبراهيم مفدا من رئيس الجمهورية ميشيل عون يقترح علي حكومة سياسية، إلا أنني أبلغت إليه أنني أحبذ حكومة تكنو سياسية، فقيل لي ماشي الحال ووجهة نظري عدم تقييدنا بسياسيين حصرا في وقت قد نحتاج إلى الاستعانة بتكنوقراط من غير السياسيين، ثم ما لم أوافق عليه للرئيس الحريري لن أوافق عليه لحسان دياب. وعن سؤاله عن مغزى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال وتأويل هذا الموقف على أن لا حكومة في المدى القريب يقول بري سلمني رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صباح الأربعاء مشروع موازنة 2020، فدعوت في اليوم نفسه إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لتعيين جلسة مناقشتها، طلبت أن يسأل سعد الحريري عن موعد عودته إلى بيروت كي أتمكن من تحديد جلسة يكون هو حاضرا بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، اتصلوا به فطلب التحدث إلي، سألته متى يعود كي أحدد الجلسة وكنت أفكر في عقدها الثلاثاء المقبل، استمهلني بعض الوقت، عاد بعد 2 ساعة يخبرني بأنه سيكون في بيروت خلال أيام قليلة. هذا ما حصل، ولم نأتي في حديثنا القصير على ذكر الشأن الحكومي من قريب أو من بعيد، الموضوع لا يستحق أي تأويل وليس أكثر من ذلك. إلى صحيفة الشرق الأوسط مشاهدينا، وعن مصادر الثنائي الشيعي فيما يتعلق أيضا بموضوع الحكومة وبموضوع عودة الرئيس الحريري إلى الحكومة، كتبت بولا الصيح اليوم المستقبل غير متحمس للدعوة لتفعيل الحكومة المستقيلة. واصل إذن الثنائي الشيعي المتمثل بحزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما الدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الرئيس الحريري، ما وضعه كثيرون في خانة الإقرار بتعثر عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها الرئيس المكلف حسان دياب. تعتبر مصادر الثنائي الشيعي أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال واجب دستوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد، ومشددة في تصريح للشرق الأوسط على أهمية أن تكون هذه الحكومة حاضرة في جلسات مناقشة الموازنة
موازنة العام 2020 وعلى وجوب أن تعقد جلسات لمعالجة الملفات الطارئة، غير أن تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري لا يبدو متحمسا لدعوة الثنائي الشيعي، وينسجم موقف المستقبل هذا مع موقف التقدم الاشتراكي الذي يؤكد ميله إلى وجوب بذل الجهود لتسريع تأليف الحكومة. وتضيف مصادر الاشتراكي للشرق الأوسط، إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في إطار تصريف الأعمال للتصدي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري جدا، فلا مانع من ذلك. من صحيفة الشرق الأوسط مشاهدينا إلى صحيفة اللواء، وعن تعميم جديدة لمصرف لبنان كتبت ماشات اللواء اليوم. علمت اللواء أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي طلب خلال لقائه رئيس الجمهورية تغطية سياسية لبعض الإجراءات التي يريد اتخاذها لتوحيد المعاملات المصرفية العادية والمألوفة مع العملاء، كي لا تكون هناك استنسابية في التعامل مع المصارف، أي توحيد التعامل من دون الدخول بما يسمى الكابيتال كنترول المقنع كما هو اليوم، وتنظيم ذلك بموجب تعاميم. وعلم أنه تم الطلب منه معرفة التعاميم التي ستصدر وإرسال مشاريع التعاميم إلى القصر الجمهوري، وهو كان قد وجه كتابا إلى وزير المالية خليل الذي سيطلب صورة عن التعاميم، أي ما هي الصلاحية الاستثنائية التي يطلبها الحاكم في موضوع توحيد تعامل المصارف مع العملاء منعا إذن للاستنسابية وعدم المساواة بين هؤلاء العملاء. كما علمت اللواء أيضا أن تطمينات ظهرت عن عدم اللجوء إلى الهيركات، وأنه ليس هناك من مصارف في حال تعثر، أما دمج المصارف فهو وارد لجعلها مصارف قادرة على التصدي للأزمة. وكان الجو مريحا في اللقاء في قصر بعبدة بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية ميشيل عون، وعلم أن هناك قلقا لدى رئيس الجمهورية وبادر إلى طرح أسئلة محددة جدا. والقصر في هذه الأثناء ينتظر إبلاغه التعميم التي ستصدر لمنع استنسابية تعامل المصارف مع عملائها. إذن ونختم مشاهدينا مع فقرة أسرى الآلهة من صحيفة النهار وأخبار متفرقة اليوم أيضا. نبدأها بالخبر الأول، اغتيال وتسوية. يعتقد مستشار رئاسي سابق أن اغتيال أمريكا اللواء سليماني يؤشر إلى اتجاه المنطقة نحو التسوية الشاملة، معتبرا أن تحقيقها يتطلب دفع أثمان وسقوط ضحايا، لأن هناك من يدفع دائما ثمن تسويات الكبار. في الخبر الثاني، إفلاس رياضي. بدأت مؤسسات اجتماعية وثقافية وأندية رياضية تعلن إفلاسها وتتخذ إجراءات الصرف في ظل انهيار طاول الوسط الرياضي، ما يطرح التساؤلات حول استحقاقات الأندية الرياضية آسيويا وعربيا ودوليا. وفي الخبر الأخير من فقرة أسرار الآلهة من صحيفة النهار المستقبل والتقدمي، لوحظ أن التوتر السياسي انحسر بين تيار المستقبل والحزب التقدمي بعد سلسلة تغريدات وحملات بين الطرفين، وذلك مرده إلى اتصالات جرت بعيدا عن الأضواء بينهما قد تترجم بلقاءات قريبة. ختام الصحف مشاهدينا، شكرا على المتابعة. فاصل قصير ونعود.